هيدا الفيديو اليوم من بعد ما تلقينا كتير أسئلة منكم عن كيف بيمشي السنسر الجي اس ان 04 يلي هو الالتراسونيك سنسر بس ووتر بروف، قررنا نعمل هيدا الفيديو وكتبت كود as an example code حطيته بالدسكريبشن بقلب بلينك بقلب الدسكريبشن بوكس تحت الفيديو، وفيكم كمان تشوفوه على ويب سايت سي بي الكترونيكس. سو خليني لكم شو عملت. هيدا جايز هو السنسر، بيجي مع هيدا البورد اللي فيها اربع بنات تي اكس الار اكس الجراوند والفايف فولتس. تي اكس والار اكس ليش موجودين؟ لانه هيدا السنسر بيحكي سيريال كوميونيكيشن مع الاردوينو. سو انا وصلت التي اكس والار اكس على البن 10 و11 واستعملت سوفت وير سيريال تتقدر الاردوينو تحكي سيريال مع هيدا السنسر. استعملت هيدا ال LCD ال 4 لاين ساتسلى مش اكتر، وبتجي مع I2C موديول وراها، وصلتها على SL والSDA تقدر وفر علي شرايط. سو يلي رح نشوفه هلا، رح نشوف كيف بيمشي هيدا السنسر. رح اعطي كهربا. دونك بتقلع. اول شيء هو قاشع 30 سنتيمتر. اللي عملته انه حطيت هيدا المسج إذا قربنا كتير على السنسر أو إذا السنسر ما عم بيقشع بطريقة مزبوطة. سو رح حط السنسر تيقشع على السقف بالأول، كل سنتين رح تعمل لكتير منشوف إنه هلأ عم يقشع متر وكليتا وكليتين. أوكي، اللي رح أعمله هلأ رح حطه على الأرض ورح منشوف إنه على الأرض رح بيقشع متر وتسعة تقريبا. رح جيب الراوتر، هيدا الراوتر رح حطه بوجه السنسر، رح منشوف إنه بيقول لي انه الراوتر كتير قريب. انا اذا بنزل جايز تحت ال 20 سنتيمتر ببطل السنسر يقشع مزبوط. كل ما بعيد اكتر كل ما السنسر يقشع احسن. اوكي، عنده ليميت يلي هي 20 سنتيمتر. هلا بدي لكم شغله كمان، اذا بحط السنسر بطريقه ما في قدامه سيرفاس ليس، يعني سيرفاس ناعمه وان شيب او تكستير وحده، اذا مخربش السيرفاس قدامه ما بترجع له القونت، فبيعتبر انه في شيء غلط او انه ما قدر يعمل لكتير صحيحه. ضربته على شيء منه ليس، رح بنشوف انه اعطانا هيدا المسج اللي نحن حاطينه بالكود. اوكي، بالمبدا هيدا السنسر جايز المستعمل بس كرمال تقيسه فيه بمطرح ثابت، يعني انا هلا عم حرك السنسر عم قطعها ونزلها وات ايفر، بس هو معمول انه تستعمل بمطرح ثابت مثل خزان المي، لانه كثير تبع العالم يعني عم يجيبوا هذا السنسر هو لانه عندهم هذا البروجكت بما انه ووتر بروف. هيدا السنسر موجود عند شركه سي بي الكترونكس، فيكم اكيد تتواصلوا مع الشركه على الرقم اللي عم يقطع هلا او عبر الويب سايت تبعهم. واذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب، وانا برجع بشوفكم فيديوهات ثانيين. ما تنسوا انه الكود موجود على ويب سايت الشركه يلي اللينك تبعه موجود بالدسكريبشن بوكس تحت الفيديو.